السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى في القناة ديالي موروكن ديلايت. اليوم غادي نوريكم طريقة عمل واحد الفطائر كيجيو زوينين بزاف ورطبين هشاش، وكيجيو كيصلحوا في الأيام العادية. يمكن لكم تقدموهم مع الشربة ولا الحريرة ولا أي حاجة، وأيضا كيصلحوا حتى في رمضان. اول حاجه كنشدو العجينه ديالنا، العجينه الذهبيه. الا بغيتو تعرفوا كيفاش ديروا هذه العجينه الذهبيه، راه غتلقاو الرابط تحت الفيديو، وكاين واحد الرابط هنا عاوتاني في الفيديو. المهم كنديروها طويله، كنطولوها بزاف، ومن بعد كنقطعوها قطع صغيره. من بعد كنشدو كل قطعه وكنديروها على شكل كويره، كيف ما كتشوفوا غتجي بحال هكا. كنرشو شويه ديال الطحين في مكان العمل، ومن بعد كنبسطو دوك الكويرات، كل وحده كنبسطوها، كنرشو الدقيق مزيان باش ما تلصقش لينا العجينه. ماشي ضروري كيفاش غادي يجي الشكل ديالها، حيت من بعد غادي نقادوهم. كنبسطوهم كاملين، ومن بعد كندهنو، كنشدو وحده كندهنوها بزبده مذوبه ونحطو فوق منها واحدة أخرى وندهنوها عاوتاني بزبدة مذوبة. ومن بعد نحطو واحدة أخرى، كنحطو شي ثلاثة د الوحدات ولا أربعة د الوحدات، واحدة من فوق واحدة. ومن بعد كنبسطوهم مزيان بالمدلك، كنديرهم على شكل دائرة. ملي كتولي عندنا دائره كبيره كنقطعوها بحال هكذا، الا كنقطعوها لثمانيه ديال القطع، كتجي ثمانيه ديال المثلثات. كنشدو الفرماج ديالنا كيري ولا حتى المثلثات، الفرماج ديال المثلثات، وكنحطوهم في كل مثلث ديال العجينه، كنحطو فيه شويه الفرماج وكنرشوهم بالحبه السوداء السانوج، ومن بعد كنلويو. كنلويوهم كاملين، كنديرهم على شكل كرواسة صغيرة. اولا كنديروا العجينة على شكل مستطيل وكنقطعوها على جوج، ومن بعد كنقطعوها على اربعة، كنقطعوها على جوج، ومن بعد كنقطعوها على ثلاثة الاشكال. من بعد كنحطو في كل مستطيل كنحطو فيه شوية ديال الفرماج، وكنلويو. اولا اقتراح اخر، كنشدو العجينة كنقطعوها لشرائط، كل شريط فيه تقريبا جوج سنتيمتر. كنحطو عاوتاني الفرماج من وسط كل شريط، يمكن لكم ديرو حتى الفرماج ديال فيلادلفيا، غير هزوه ودهنوه في الشريط،
يعني الفرماج اللي بغيتو يمكن لكم تعمروها باي حاجه، ماشي بضروري الفرماج، لكم تعمروها بالكفته، تعمروها بالحوت، السمك، اش ما بغيتو. ولكن هاد الفرماج بحال هكا كتجي زوينه بزاف، تجي بنينه، تجي لذيذه بزاف. المهم كندورهم بحال هكا وكنسدوها من الجناب باش ما تحلش لينا، نسدوها مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنلويهم على بعضياتهم، وعاد كندوروها على شكل حلزوني. كتجي زوينه في الشكل ديالها، كنحطو الفطائر ديالنا في شي صينيه وكنغطيوها وكنحطوها في شي بلاصه سخونه حتى كتخمر وكيتضاعف الحجم ديالها، تقريبا شي 30 دقيقه ولا حتى يتضاعف الحجم ديالها على حسب الجو اللي عندكم. كندهنو الفطائر بأبيض البيض، وكنرشوهم بسانوج الحبة السوداء، ومن بعد كندخلوهم الفران على درجة حرارة 180. غادي نطيبوهم غير 15 دقيقة، يعني نص طيبة، ومن بعد غنخرجوهم ودهنوهم تاني بالبيض، بأبيض البيض. ومن بعد نرشوهم عتاني بالفرماج مطحون محكوك عفوا، وندخلوهم الفران باش يكملوا الطياب. كنرشوهم عتاني بالسانوج ومن بعد ندخلوهم الفران باش يكملوا الطياب. ها هما ملي طابو كيجيو زوينين بزاف، رطيبين ولذاذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم حيت فعلا كيجيو غزالين. كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا معايا. والى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لي اعجاب وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم وتسجلوا في القناه ديالي وتابعوني على الفيسبوك. شكرا لكم وخليتكم على خير.